عودة أخرى لعمليات الاغتيالات وفصل جديد من الفراغ الأمني في عدن، وليس المستهدف هذه المرة أبناء عدن أو قياداتها أو خطباء الجوامع فيها، بل قيادة جديدة حضرت إلى المحافظة منذ أيام. مصادر محلية قالت إن محافظة عز أمين محمود نجا من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة في العاصمة المؤقتة، وأضافت المصادر أن الانفجار استهدف موكب المحافظ في حي إنماء بعد اجتماع عقده مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن. عدن التي تعيش موجة من العنف المستمر منذ تحريرها وخضوعها لسيطرة القوات المدعومة من التحالف، ما يزال يعاني سكانها الخوف المستمر من شبح الاغتيالات والفراغ الأمني الذي تعددت أشكاله في ظل غموض يلف المشهد وعجز واضح من قبل الأجهزة المسؤولة عن الملف الأمني في المدينة. استمرار مسلسل الاغتيالات ومحاولاته المتعددة تعالت معها الأصوات المطالبة بإصلاح المنظومة الأمنية وسرعة معالجة إشكالية الأجهزة المتضاربة مهامها بين جهات تدعمها دولة الإمارات وأخرى تخضع شكليا لسلطة الحكومة الشرعية. تشكل قضية الاغتيالات المتكررة لقيادات السلطة الشرعية هاجسا كبيرا للحكومة في عدن في الوقت الذي لا تنجح فيه الأجهزة الأمنية ولا القوات المدعومة من التحالف في الكشف عن من يقف وراء هذه الاغتيالات، وبين هذا وذاك تظل عملية الاغتيالات هي الثابت الوحيد في عدن.